أنا بتوجه لكل المشاركين من الشباب في مسابقة إبداع في عامها التاسع، وبقول لهم يكفيكم شرف المشاركة وممارسة الهواية اللي انتوا بتحبوها، بصرف النظر مين اللي هيفوز أول أو تاني أو تالت، ولكن الفائز الحقيقي هو كل مشارك بيقول كلمته للجمهور، والفائز الأول في الموضوع ده كله هو الجمهور اللي هيستمتع بمواهبكم وإبداعاتكم. كتير جدا جدا شاركنا في مسابقات وكان الحاصل على المركز الثالث أو اللي ما حصلش على مركز آخر باجتهاده وبجده وبعمله وبصبره ومبثبرته كان نجم كبير نور الساحة الفنية كلها. إذن علينا كلنا المشاركة وبذل أقصى الجهد، وفي الخير فليتنافس المتنافسون.